نعم سهام، يعني ما يطلبه ماكرون الآن من الجانب الأمريكي هو التوضيحات بشأن هذه الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها بين الحلفاء، وبالتالي فهو يطلب اليوم توضيحات. المتحدث باسم الخارجية أو عفوا الحكومة الفرنسية جابرييل أتال قال اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بأنه سيكون هذا الاتصال بعد يعني في فترة منتصف ما بعد الظهيرة، وبالتالي سنترقب هذه التوضيحات التي سيطالب بها ماكرون. وذكر أيضا أنه يريد ماكرون رئيس الفرنسي يريد من الرئيس جو بايدن بشأن الاتفاقية، الشروط التي تم بناء عليها توقيع الاتفاقية بين كل من أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأيضا يريد ضمانات ويريد أيضا شروط وتوضيح الظروف القادمة، كيف ستقوم أمريكا ب يعني استعادة الثقة بين الطرفين، وأن يكون ذلك عن طريق تدابير وإجراءات واضحة وملموسة وليس عن طريق الكلمات، وهو يعني يعبر عن ذلك عن مجازيا عن ما خرج به الرئيس الأمريكي، أيضا إلى ذلك رئيس وزير الخارجية أنتوني بلينكين عندما قال أن فرنسا هي شريك أول، ولكن في نفس الوقت كان يعقد يعني صفقة تجارية جديدة مع أستراليا يعني أدت إلى إلغاء الصفقة الرئيسية التي كانت على أساس أن تقوم مع فرنسا، وبالتالي يعني ذكر الإليزي أنه يجب أن يكون هنالك تصريحات وإجراءات واضحة وفعلية على أرض الواقع لإعادة الثقة بين الحلفاء، أو يعني هنا ماكرون سيطلب من الجانب الأمريكي إعادة تموضع الأوراق الجديدة، كيف ستكون حليف حقيقي بعدما أكسبت هذه الأزمة بالفعل يعني قلة الثقة، بالإضافة إلى ما وصفته وزارة الخارجية هنا بالخيانة للحليف والذي يتشاطر معهم، يعني الجانب الفرنسي يتشاطر مع الحلفاء الثلاثة جانبا أمنيا في منطقتي المحيط الهادئ والهندي، وبالتالي فاستبعاد هكذا شريك اعتبرته فرنسا يعني طعنة في الظهر وخيانة. طبعا ما سيقوم عليه على مستوى الجانب الفرنسي، سيكون هنالك اجتماع خلال الأسابيع المقبلة في مجلس الشيوخ، سيتم طبعا استدعاء كل من وزير الخارجية جون إيف لدريان، بالإضافة إلى ذلك المدير لمديرية الأمن القومي، بالإضافة إلى ذلك سيكون لدينا أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة نافال جروب، وبالإضافة إلى ذلك وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، وسيكون هنالك مناقشات ومحادثات ومؤتمر سيكون من خلاله يعني بعض التوضيحات ماذا جرى وكيف جرى هذا الأمن، وإن سيكون هنالك لجنة تحقيق ستشكل يعني تبعا لنتيجة هذا الاجتماع، إن كان سيكون هنالك لجنة تحقيق تشكل في المستقبل من أجل هذه الأزمة، وبالتالي فإن الجانب الفرنسي يعمل على الصعيد داخليا لاحتواء الأزمة، بالإضافة إلى ذلك يريد الآن ضمانات من الجانب الأمريكي. سهام.